السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل خاتم المناديل ده من بداية الاسكتش خالص، خطوة خطوة بإذن الله. يلا نبدأ. أول حاجة هدخل الصورة بكتشر فريم بالمنظر ده، بعدين هعدل الخاتم بتاعي في السنتر، بعدين هحدد مقاس الخاتم بتاعي، هعمل سكيل 3D عادي او 2D مش فارقة، واكتب المقاس اللي انا عايزاه. انا عايزاه 20. تعالوا بقى نرسم ال 2D بتاعنا. هعمل اركات عادي علشان الخط يبقى معايا سموز اكتر. زي ما انتم ملاحظين الجزء ده هو هو الجزء ده بس معمله روتيت، فانا هرسم النص الاولاني واكرره. نظبط اللاين بتاعنا ان هو يبقى ناعم باستخدام روتيت زي ما عملنا في فيديو الفيونكة مع بعض المرة اللي فاتت. لو ما شفتوش هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. بعدين اخدهم احطهم في السنتر ونعمل روتيت. اهم حاجة يبقى الريكورد مفتوح عشان لما اعدل في النص الاولاني التاني يتعدل معايا. هضمهم شوية هنا على بعض. برضو باستخدام روتيت نلف النقط لحد ما الشكل بتاعنا يبقى سموز وحلو. تعالوا بقى نرفع. هو دلوقتي كده كوع على الارض، انا رفعته بالارتفاع بتاعي، واخد كوبي لتحت وصغره شويه. وناخد الجزء ده ونعمله لوف المنظر ده. الجزء ده شيله واحط السيرفس تاني مكانه روتيت. تعالوا بقى نبص على الرفع بتاعنا في السكتش. هنا عالي وهنا واطي. هعمل نفس الحكاية، جزء ده واطي زي ما انتم شايفين واطي، وده عالي ونعلي. احنا كده هيشنا الحركة بتاعتنا. كده هنشيل الصورة. تعالوا بقى نظبط الرفع بتاع الخطوط بتاعتنا، لان احنا محتاجين ان الرفع بتاعنا يبقى ناعم ما يبقاش فيه اي خط مكسر. نبص من الرايت برضو.
تعالوا بقى نعمل الشنك. ده الاي دي بتاعي، هاجي من الجنب هنا وارسم لاين، وهو ده النهاية بتاعت الشنك بتاعي. دي ناخد ارك نهاية اللفة بتاعتي المنظر ده. انا هظبط ده والتاني هيبقى روتيت بنفس الطريقة. طيب شايفين في كسرة هنا في الجنب؟ محتاج نشيلها. هعمل اتنين دول جوين، وعلشان الرفع بتاعي ما يبص لما اعمل ريبيل هاخد الحتة دي بس واعمل لها ريبيل. نرفع الشنك شوية عشان يبقى متناسب مع حركة المنديل. خط هنا دخل شوية في الارك بتاع المنديل من تحت، فهزقه شوية كده. نعمل له ريبيلد. دقيه شوية برضو. ونعمل لوفت. بصوا لما انا عملت لوفت دلوقتي الجزء بتاع الشنك دخل في اللفة بتاعتي، فانا كده هحتاج ان انا ابعدهم شوية عن بعض. كده بعدنا. ممكن ده رفعه بس حاجة صغيرة عشان لما ندي السمكة بتاعتنا ما يدخلوش في بعض برضو. نقطة محرمة زي الفيونكة ما نرفعهاش. وندي الاوفست بتاعنا، هعمله ديليت نوع عشان اقدر اتحكم فيه. وبص سايد تمام، بس هنا واخدين بالكو في كسرة في السيرفس، محتاجين نعمل السيرفس سويب تو احسن. نعمل اد سلاش في الحته دي كده بقت احسن. ندي الاوفس التاني بقت مظبوطه. ناخد ده كده روتيت الناحيه التانيه بس كده. تعالوا بقى نلف الخاتم على الاي دي. المره اللي فاتت في خاتم الفيونكه رفعناه باستخدام فلو عادي، لكن هنا لما بيترفع، لكن هنا لو عملناه بنفس الطريقه بيبوظ بالمنظر ده. فالحل ان احنا نرفع الخاتم لفوق ونلف الشنك بس. هشيل كل السرافس بتاعتي واخد بس الخطوط واحركها. هاخد اللاين ده واخليه في نص الاي دي بتاعي، والخط اللي تحت ده مش محتاج دوران، ممكن ده بس اللي عامله فلو اللون كيرف بالمنظر ده. فبقى لافف على الجزء اللي فوق، انا عايزاه يلف على الجزء اللي تحت. هنزله تحت شويه 1.5 فينزل على صباعه بالظبط. تعالوا بقى نلف الشنك بتاعنا بمنتهى البساطه. هاخد النقطه دي واعملها موف لتحت، والنقط دي هلفها دورانات لغايه لما اظبط شكل الشنك بتاعي.
وممكن نميل اللفة اللي فوق دي شوية عشان يبقى الشكل متناسق مع بعض. وهعمل سويب عادي باستخدام اللاين اللي تحت، ممكن هنا يكون عايز يتضم شوية. كل دي طبعا حسب رؤيتك انت للشكل. ونعمل offset both sides وروتيت. طيب تعالوا بقى نكمل بقية الدبلة. هعمل لاين تحت both sides واحد بس، ونعمل sweep one ray. هعمل دوبليكيت للاين بس عشان كان في كسرة في الجنب. هعمل زبالة الحتة الصغيرة اللي تحت، ونعمل ريبل. هعمل لاين في الجنب كده بين الحتة دي والحتة دي. هعمل برضو ريبيلد للجزء التاني. وهبني الجزء اللي تحت ده لوحده زي ما انتم شايفين في السكتش. تويست شوية، فهاجي من هنا واضمه شوية كده على جنب. هي واخد تويست شوية، واخد بومبيه من تحت، يعني الخاتم بتاعي من فوق فلات ومن تحت واخد بومبي. هاخد اللاين بتاعي ده وهرسم ارك لتحت، وعلشان ما يبقاش في فرق بين الشنك وبين الدبلة من تحت، واخد الدايرة بتاعت الاي دي وهعمل لها اكسترود. واخد اللاين ده واعمل له بول على السيرف. هقطع النص اللي تحت ده، هعمل له زبلت. واخد اللاين ده واعمل له بول على السيرف. وبعدين هعمل جوين بين اللاينين. ونظبط الخط ونعمل ريبيلد. فكده لما يجي ادي الاوفست مفيش اي حاجه داخله على الاي دي. هعمله زبالة عادي بالسيرفس بتاع الاي دي. تعالوا من تحت نعمل الجزء السوليد اللي بيبقى في الخاتم من لاين واوفست. بعدين نعمل سويب تو، ندي الاوفست بتاعنا ونعمل فلت. تعالوا بقى نعمل روتيت. شفتوا اللي حصل؟ عشان انا عملت السماكه اتجاه واحد، بقى في فرق ما بينهم بس بسيطه. تعالوا نشوف هنحلها ازاي. هعمل اكستراكت للسيرفس
واخد النقط دي واخليها في السنتر، بس هفتح من تحت بروجكت عشان لما احرك النقطة ما تنزلش لتحت خالص في زيرو انتر، تيجي في النص بس تفضل في مكان. هنا كان في كسرة، هظبط بس الخط اللي تحت ده، هاخد الاي دي دايرة الاي دي واعمل لها اوفست لفوق 0.3 عشان لما اجي ادي السماكة بتاعتي ما تدخلش جوه الاي دي. نعمل الرباط، حط بول على الشكل. بس كده وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقول لنا رايك في التعليقات. هتلاقي في الديسكريبشن فورم قول لنا في نوعيه الفيديوهات اللي تحب ان هي تبقى موجوده الفتره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.